نعم، يعني لا زالت الأوضاع على حالها في محافظة خان يونس، حيث تتعرض إلى عمليات قصف متفرقة ومتنوعة بين الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا القذائف المدفعية. قبل قليل أطلقت قنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من القنابل الضوئية في المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة خان يونس، تحديدا في مناطق غزان النجار وبطن السمين وجرت اللوت. هذه المناطق الآن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية أو القوات الاحتلال بإطلاق قنابل ضوئية في محيط هذه المنطقة. تأتي هذه إلقاء هذه القنابل الضوئية في ظل يعني إطلاق العديد من القذائف المدفعية وسماع ذوي انفجارات كبيرة في هذه المنطقة وإطلاق نار كثيف في المنطقة، أيضا في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية ولطائرات الاستطلاع في هذه المنطقة، والتي تشهد هي بالأساس عملية توغل إسرائيلي منذ 4 أيام. وحتى هذه اللحظة تقوم القوات الإسرائيلية المتوغلة باستهداف منازل المواطنين بالمدفعية، وأيضا تقوم بعمليات تجريف لعدد كبير من منازل المواطنين وتنفيذ غارات إسرائيلية أحزمة نارية مكثفة على هذه المنطقة، بالإضافة إلى احتجاز عدد من المواطنين من بينهم 6 شهداء حتى هذه اللحظة منذ أكثر من 2 يوم في مدرسة محمد الدرة وأيضا مدرسة أبو بكر الصديق وأيضا مبنى كلية العلوم والتكنولوجيا الذي تحتجز فيه العدد من المواطنين. بحسب الروايات وشهود العيان أكدت لنا أن هناك عدد كبير من الشهداء على الأرض بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على هذه المنطقة. اليوم تم انتشال عدد من الشهداء من يعني على مقربة من هذه المنطقة، لكن القصف العنيف والغارات الإسرائيلية واستمرار عملية التوغل البري في هذه المنطقة يمنع حتى هذه اللحظة انتشال جثمين الشهداء وأيضا إنقاذ الجرحى الذين لا زالوا ينزفون حتى هذه الساعة في هذه المنطقة، وربما لفظوا أنفاسهم الأخيرة إذا كانت إصابات يعني إصاباتهم يعني إصابات خطيرة وحرجة. الوضع في مدينة خان يونس متوتر للغاية في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي واستهداف المواطنين. قبل أقل من ساعة من الآن هناك استهداف لأحد المواطنين في بلدة عبسان إلى أقصى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. قامت طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف أحد المواطنين بصاروخ استطلاع، مما أدى إلى استشهاده ونقله إلى مستشفى غزة الأوروبي إلى الشرق من خان يونس. اليوم كانت الغارات عنيفة ومتعددة في منطقة الشاعر جنوب شرق خان يونس، في منطقة غزان النجار، وأيضا في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، وأيضا منطقة حي الأمل شارع القدرة. هناك شهداء وجرحى جراء هذا القصف، 2 في منطقة حمد وشهيد في منطقة حي الأمل، بالإضافة إلى عدد من الشهداء والجرحى في منطقتين رئيسيتين. المنطقة الأولى منطقة حي المنارة والفخاري شرق خان يونس، هناك 4 شهداء من بينهم سيدتين، بالإضافة إلى استشهاد شابين من وسط مدينة خان يونس، حيث تعرض إلى عمليات إطلاق نار واستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف أحد المواطنين من عائلة شاهين برصاص قناصة يعتلون بحسب يعني شهود العيان والطواقم الطبية أحد الأبنية المرتفعة في وسط مدينة خان يونس على طريق جمال عبد الناصر. قالوا بأن هناك قناصة يعتلون بناية عائلة صادق، هذه البناية التي تعرضت أيضا للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل F-16، وقامت بتدمير أجزاء واسعة من هذه البناية أو من هذا البرج في وسط خان يونس. يعني ما نستطيع أن نقوله أن أعداد الشهداء في ارتفاع، نحو 14 شهيدا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المتنوع ما بين القصف الجوي والأحزمة النارية وما بين القصف المدفعي، واستمرار الطائرات المسيرة بإطلاق صواريخها باتجاه المواطنين، علاوة على قيام طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين. عدد كبير، نحن نتحدث اليوم عن مئات المنازل والمحال التجارية والمنشآت تم تدميرها تحديدا في وسط مدينة خان يونس بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة والأحزمة النارية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط المدينة، تحديدا شارع جلال، منطقة برج الفرة، منطقة شارع الميكانيكية، دوار السنة، منطقة البرابخة وشراب، ومنطقة البيوك وكراج رفح وسوق الحبوب القديم،
ويعني على امتداد طول شارع صلاح الدين هناك قصف وهناك تدمير لعدد كبير من المحال التجارية ولمنازل المواطنين. كل هذا التصعيد يأتي مع استمرار أيضا عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو المحور الشمالي في تحديدا في منطقة المحطة وحي الكتيبة ومنطقة برج الفرة، حيث تدور اشتباكات أو دارت اليوم منذ ساعات الفجر اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. تمكن المقاومين من استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية سواء دبابات المركبة أو ناقلات الجند أو استهداف قوات إسرائيلية راجلة في هذه المنطقة وإطلاق وابل من قذائف الهاون على تجمع الجنود الإسرائيلي. المنطقة الثانية هي منطقة قزان النجار، حيث التوغل الإسرائيلي الجديد، حيث تم استهداف قوة إسرائيلية راجلة، وقامت كتاب القسام وسرايا القدس وكتاب المقاومة الوطنية بإطلاق عشرات من قذائف الهاون باتجاه تجمع الجيش الإسرائيلي، وأيضا كتاب القسام استهدفت دبابة مركبة بقذيفة ياسين 105. المحور الآخر وهو بلدة بني سهيلة. في منطقة بلدة بني سهيلة تم استهداف قوة راجلة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد، ومن ثم دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. المقاومة الفلسطينية أكدت وقوع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. هذا يعني يضاف إلى عمليات الاشتباك على مدار الساعة في كل محاور التقدم التي يوجد بها آليات إسرائيلية أو وحدات خاصة إسرائيلية تقوم بالعمل في هذه المناطق الثلاثة.